اسم ديالي عبد الملك اللبار، تاجر في سوق الذهب وفي نفس الوقت امين ديال الحرفه. كنباشروا الدلاله اللي كتباع الذهب اللي كيتباع قديم، كنشوفو وكان هذا وكنبيعو وكان كيتباع في الدلاله. هادشي اللي كاين. الا كان شي حاجه اخرى بالنسبه لك، كتصنع الذهب ولا كتباع فيه؟ لا انا كنشري الواجد وكنبيع، ما كنصنعش. ولكن رغم ذلك كان عندي كان هادي صافي 30 عام كنت كندير الصناعه، كنت داير المعمل وكيخدمو وكنخدم وكنبيع، ولكن دابا كندير غير التجاره. مابقاش القضيه زعما في المغرب كنظن الصناعه ديال الذهب ولا لا؟ مازال الصناعه، حيت الذهب داخل في الصناعه التقليديه الصناعيه اللي عندنا، الاكثريه كيخدموا باليد، واخا تيخدمها بالماكينه كتفرغ او كيبريسا او شي حاجه، ولا بدا خصو يكملها باليد. اما يبدا كتبدا باليد وكتخدم شويه بالماكينه وكتكمل عاود باليد كيف ما بغات تكون، وكاين اللي كتبدا من الاول حتى التالي باليد، كيكون كلها مخدومه غير باليد. لان هذا علاش كيتسمى الصناعه ديال الذهب داخله في الصناعه التقليديه. بالنسبه لي واش كتاخذ الوقت؟ شحال ديال الوقت مثلا باش تصنع شي حاجه؟ واش كياخذ الوقت بزاف؟ لا، على حساب. ملي كتدخل المعمل ديال الذهب على حساب شنو غادي تخدم. مثلا غادي تخدم دمليج، ماشي هو مثلا الشوكه ماشي هي مثلا مضمه، فهمتيني؟ كل حاجه شنو كتاخذ الوقت، وعلى حساب هذاك الصنايعي شنو غادي يعني فيها كبحر. يعني ملي كتقول الصنعه شنو كتاخذ ديال الوقت، راه كتسول على البحر شحال فيه ديال الماء. الصنعه ما عندهاش الحد، وكل صنايعي عنده الجهه ديالو، شنو كيمكن له يخدم وشنو ما يقدر. كاين ماشي صنايعي كيخدم كل شيء، كاين صنايعي وكل واحد مخصص في حاجه. بحال مثلا نقولوا حنا التعليم، كاين كل استاذ مخصص في ماده. كذلك الذهب ملي كيكون فملي كتدخل لشي معمل كتلقى الدراري خدامين، الناس خدامين هذا، ولكن راه كل واحد عنده اختصاص ديالو في ديك المعمل. قليل اللي كتلقى شي واحد اللي تيبدا مثلا تيبدا البياسه ويكملها بوحدو، هذا كيتسمى موديليس. كتعطيه مثلا تصويره تقول له صوب لي هذه، يمكن له يخدمها هو، يبداها من الاول حتى التالي، ولكن قليل ما كاينش الناس بزاف. دابا هذه الحرفه ديالنا فيها ملي كتدخل قبل المعمل عاد كتفرع كل فئه الناس، او كل واحد كيخدم حاجه، هذا كيدير هذا وهذا كيدير هذه. البياسه ما كتبقاش عند واحد، كل واحد الدور ديالو. هذا كيقرطها كيدير فيها خدمته، عاود كتمشي للاخر كيدير خدمته وتمشي. رغم ان البياسه مثلا فيها كلها فيها 10 غرام، راه يمكن تدوز على 8 ولا 10 ديال الناس، كل واحد كيدير يدو فيها، كل واحد تيدير الخدمه ديالو اللي سبيسياليست فيها. هذه هي الصناعه ديال الذهب. انا شنو لك عفاك بالنسبه ممكن تكون بالنسبه للعيارات شحال الثمن ديالو مثلا؟ 14 18 27. اولا حنا عندنا هنا في المغرب يلا 18 فقط، والذهب اللي عندنا كيتخدم هو داك القديم كيتشرى وكيولي يتعود. ملي كيتعود ملي كيندوبوه باش نجيو نخدموه، خصك تصلحو باش كترجعوا ديال 18. يعني كتحيد منه ولا كانوا شي حاجه زايده الاوساخ ولا كيني ولا مين ولا هذا، كتحيد ديك الشيء وكترجعوا ديال 18. هو ما كيرجع ديال 18 مباشره، كيترى فينا وكيخرج ديال 24، وعاد كتزيد له عاوتاني المسائل ديالو باش كتخرجوا ديال 18. لان حنا الدوله عندنا هنايا كتطبع الذهب ديال 18. الا طلعتي الديوانه تطبع لك اي سلعه دابا كاينه في اي فيترينه، اي شي واحد في المغرب كله، راه غمض عينك وهزها تلقى فيها 18. راه ما طبعوا له ديك الطابع اللي فيها الا وهذيك السلعه ديال 18. ملي كيخدمها في مول المعمل وكتوجد له، كيطلع الديوان ويقدم الوريقه ديالو وكيعقلبوها هما وكيطبعوها له صافي. هذا هو. اذا عندنا حنا غير 18، هذوك النماري الاخرين كنشوفوهم وكنعرفوهم وكنحسبوهم، ولكن ما كنبيعوهمش. ممنوع عليا نبيعوهش، انا نشري 14 غنبيعو. الا جات شي مرا شاريه شي خاتم ولا شي دمليج 14 ولا هذا، كنشريه والله كاس وصافي. هادشي اللي كاين. كيوا هو اللي قلنا لك، تنشريو ديك القديم وكيولي يدوب. ملي تشري القديم سيرتو هذا دابا، الا كان من غير 18، ملي يكون عندك في الحانوت ديالك خصو يكون عندك مهرس، غادي تشري على اساس غادي تذوب، وما يمكنلكش ديرو في الواجهه ديال الفيترينه وتبيعو. بالنسبه
بالنسبه للاثمنه واش كتشوف ان الثمن ديالو كيرتفع ولا كيبقى شويه؟ دابا هاد الخمس سنين التالية ارتفع شوية، وهاد العامين التالية ارتفع أكثر، ولكن ماشي هنا في المغرب، كاين على برا من بلاصتو، فهمتي؟ كاين لابورس هي اللي كتحكم في العالم، الذهب الثمن ديالو في العالم كامل راه بحال بحال، غيكون دولة عندها الخدمة ديالها كتشري الذهب، راه كنشريوه في العالم كله ثمن واحد، غير مثلا هاد الدولة عندها لا مان دوف غالية، وهاد الدولة عندها اليد العاملة رخيصة، وهادي وهادو كيخدموا هادي واعرة، وهادي كيخدموا هادي هذا، هذاك الشيء باش كيبدا يطلع الثمن ديالو. أما هو الثمن ديال لاكاس راه تقريب بحال بحال فين ما مشيتي في العالم كامل، اللي كيفرق هو الخدمة. هاد الصنايعي هذا كيخدم 200 درهم في النهار، هذا على برا مثلا كيخدم ب 1000 درهم في النهار، وهذا مثلا كيخدم لك 7 غرام في النهار، هذا كيخدم لك مثلا 40 غرام في النهار. اذا ماشي بحال بحال، الحرفه ما عندهاش بحال اللي قلنا قبيله، الحرفه ما عندهاش الحد. كيف كتشوف انت كبائع مثلا الاقبال على هذه المجوهرات مثلا؟ واش كتشوف هو شوف التجارة ديال الذهب بحال باقي التجارات كاملين، مرة كتكون الحركة راه على كل شيء، ومرة كتكون ناعسة الحركة على كل شيء، صافي. لأن المواطن فاش كيجي يشري الذهب، ملي كيشبع في كرشو ويلبس على ظهرو، وإلا وفر شي حاجة كيشريها الذهب، وهاديك الشيء ديال وفر ولا ده ما بقاتش، ولكن زعما ما حنا ما نقولوش ما كاينش، كان ما كاينش غنمشيو بحالنا، يعني كاين تجاره، الناس كتصور ما تاكل وحمد الله وعايشه، زعما شي حاجه اللي كانت قديم كتبيع بزاف وتصور بزاف، هذا الشيء ما بقاش، ولكن الحمد لله عايشين صافي. ما كاين اللي يقول لك شي واحد لا ما كاينش ما بقى، لا باقي، غير انما داك الشيء القديم ما بقاش، اللي كنصوروا ما ناكلو وحمد الله وصافي. واش مشيت تعرف بالنسبه كاين انواع ديال الذهب الابيض، الذهب الاصفر، الذهب الاحمر، واش انتما كتديروا هاد القضيه هادي ولا واش كيختلف حتى بالنسبه للثمن؟ بالنسبه للون ديال الذهب، بحال مول المعمل ديال الثوب، تيخدم الثوب وكيخرج الالوان، هو ثوب واحد تيقول لك عندي الخضر والزرق والصفر والابيض، وهذا شنو هو باش هذا صباغه، كيصبغ. حنا ما ندخلوش في لي ديتاي الصباغه المزيانه ولا العيانه، انما كذلك مول المعمل هو اللي كيتحكم في اللون ديال الذهب اللي غيخرج. اولا حنا في المغرب عندنا غير ذهب، ما عندناش البلاتين، ولكن عندنا الذهب في لون الذهب اللي كنعرفو دائما، وعندنا صفر وعندنا ابيض وعندنا احمر وعندنا غري وعندنا اللوان كلهم عندنا. هذاك في المعمل هذيك بحال اللي غنقولوا حنا سر المهنه، مول المعمل كيخرج اللون اللي بغى، ملي تيكون في يدو الذهب هو كيذهب اللون اللي عنده مطلوب كيخرجو عادي، يعني ماشي شي انت كيبان لك هذا، ولا كتلقى دمليج واحد وفيه ثلاثه دلوان، خاتم وحده وفيها ثلاثه دلوان، كاين شي عادي يعني، ماشي شي حاجه عاديه. لا بحال 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 شريتي بحال دابا الا بغيتي البيض، حنا البيض ما كيتباعش بزاف، يلا الا كان شي خويت ما ولا شي حاجه ديال البيض، ماليها معروفين، مالي اللي كيبيعوا ديك الشيء قلال، لان الناس ما كيشريوش البيض بزاف، ولكن الا بغيتي شي حاجه كبيره بيضه حتى واحد ما طلبها، الا طلبتيها يصوبوها لك، غتكون زايده شويه، لان هذاك مول المعمل اللي غادي تقول له صوب لي خصو يعدل الحركه ويقلب ديك السلعه اللي عنده الالوان كلهم يقلب بيض، لما كتكون كتخدم شي لون تيخصو هو اللي يكون عندك في المعمل في واحد الجهه مخصصه لديك اللون، ما يمكنلكش دير في بلاصه وحيت تيكونوا الدراري خدامين، ما يمكنلكش تعطيهم في نفس الوقت ثلاثه د الالوان، لا راه كنخدموا لون بلون، لون بلون، حتى الا كان شي بياسه فيها ثلاثه د الالوان تيقول هذا كيخدم هذا اللون وهذا هذا اللون وهذا اللون، واللي كيجمعهم تيكون معلم باش كيعرف اللون، لان الذهب ملي تيكون كحل باش غتعرف انت اللون، يعني كيضربوه بالعافيه والمالقاط، الذهب راه ما تيكونش هكاك كي كتشوفو ملمع، انا تيكون مطفي. هذوك المعلمين اللي تيكونوا كيخدموا تيكون فيهم واحد اللي كيفهم ديك الشيء، كيقبطوا وكيقادوا. ما كتشوفش كبائع ان اثرت عليكم مثلا بلاكيور على مثلا الناس كتقول مثلا؟ ابدا لا لا لا، كاين تعلقه
بلاكي اور شكل قدام شكل بلاكي والله يحسن العوان. كاين الناس اللي كاين هذوك عاوتاني كاين الناس عالم اخر هذاك هذيك حرفه اخرى الناس عاوتاني اللي ماشي كلشي كيشري الذهب وكاين اللي كيتشى هذيك اللون خصو يلبسو يشري بلاكي اور ولا يشري نقرا ويشللها ولا هذاك هذاك عاوتاني عالم اخر وخدمه اخرى. اما اللي غادي يشري الذهب راه غيشري الذهب ما عمره غياثر البلاكي اور ما عمره ما كياثر على الذهب لان مالين الذهب اللي غادي تجي المرة تشري الذهب مثلا تشري خاتم مثلا حنا كنعطيو مثلا تشري خاتم مثلا ب 3000 درهم ما غاديش تشري غادي تمشي تشري غير ب 20 درهم ولا 30 درهم بلاكي اور وهذا فرق كبير. اذا ما كاينش مقارنه بلاكي اور هذاك عالم اخر وخدمه اخرى وشكل اخر والناس الله يحسن العوال اللي ماشي اللي كاين اللي كيتشى ما عندهاش كتشري بلاكي اور ماشي عيب هذه عاديه ماشي يعني الواحد كيمشي على حساب جيبو يمشي على قد جيبو كل كيمشي على جيبو صافي. اما اللي غيشري الذهب راه غيشري الذهب ما غيشريش البلاكي اور واللي غادي يشري البلاكي اور راه غيشري البلاكي اور ما غيشريش الذهب ان الله يحسن العوال ماشي ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.